انا اسف اذا كنت عطلتك. ولا يهمك، اتفضلي، دي منشورتنا. ممتاز، شكلها بجد حلو جدا. انا فعلا سعيده اني هشتغل مع منظمتكم. جلسه التصوير امتى؟ الجلسه الاسبوع اللي جاي. ومره تانية انا متشكر جدا، انت ما تعرفيش اهميه دعمك لينا. الحقيقه مجرد وجودك معانا هيعمل تغيير كبير، وده شرف ليا انا. في ايه يا كريم؟ انا في اجتماع. اسف، المحاصر اتصل وعايز يحكي لك حكايته. اتصل بيه امتى؟ يوم الخميس. كويس، اوكي. شكرا. اسف على اللي حصل. انت فعلا بتدوري على قصص خارقه للطبيعه؟ ايوه، انا بعد برنامج لمحطه التلفزيون. مالك انت سرحت في ايه؟ الحقيقه دي صدفه عجيبه، في الوقت اللي بتدوري فيه على قصص يتصادف ان انا شخصيا عندي حكايه ليكي. حكايه ايه؟ ما تستعجليش، هعرفك على صاحبتها لما تيجي الجلسه. وهي تبقى لك ايه؟ تبقى اختي، وجلسه التصوير تبع منظمتها، هتكون هناك. اوكي، وانا مستنيه اني اقابلها. اوكي. برافو، هو ده. بص لتحت. اوكي، ممكن دلوقتي ناخد استراحة؟ شكرا ليك. انا متشكرة قوي يا بيباشا، الحملة دي ما كانتش هتحصل لو انتي مش موجودة. انا للمفروض اشكرك. الحقيقة المجهود اللي انتي بتعمليه للمنظمة مجهود عظيم. انتي بقالك قد ايه موجودة هنا في المنظمة دي؟ من ساعة ما الحادثة حصلت وانا موجودة هنا. احكيلي ايه اللي حصل. الحكاية دي مرعبة جداً، بجد عايزة تسمعيها؟ ده لو انتي حابة تحكيها لي. الراجل ده كان راجل غني قوي، بس يلا كل. اتفرج على التلفزيون لحد ما اجيلك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.